مكتبة إصطفين تقدم تعرف إلى الديناصورات. منذ قديم الزمان عاشت الديناصورات على الأرض مدة 160 مليون سنة. إنها مدة طويلة، لكنها تعتبر قصيرة بالنسبة لعمر الأرض وتاريخ ظهور أولى بوادر الحياة. تكونت الأرض منذ 4.6 مليارات سنة. ظهرت أولى أشكال الحياة في البحر منذ 3.5 مليارات سنة على شكل جراثيم طبيعتها الطحالب المكونة من خلية واحدة. منذ 600 مليون سنة ظهرت الحيوانات الرخوة التي تشبه الديدان أو قناديل البحر. منذ 530 مليون سنة تنوعت الكائنات خلال حقبة الانفجار الكمبري. منذ 500 مليون سنة ظهرت أولى الأسماك الفقرية. منذ 425 مليون سنة اقتصرت الحياة على البيئة البحرية فقط، لكن النباتات الأولى غزت اليابسة وسمحت للحيوانات بالخروج من الماء. منذ 380 مليون سنة برزت الحيوانات الفقرية على اليابسة وسمحت صلابة زعانف بعض الأسماك بالخروج جزئياً من الماء، وتطورت هذه الزعانف فيما بعد لتصبح قوائم. منذ 360 مليون سنة قامت الزواحف الأولى باختراع البيضة الصلبة. عندها أصبح بإمكانها وضع البيض في الأماكن الجافة والعيش كلياً خارج الماء. منذ 228 مليون سنة ظهر الديناصور الأول. كان لاحماً وصغير الحجم وسريعاً، يتنقل بواسطة قائمتيه الخلفيتين ويضع البيض. ترى ما هي الديناصورات؟ هي من الزواحف الخارقة والمتنوعة، وقد تم تصنيف ما بين 800 و1000 من أجناسها المختلفة. بلغ حجم بعضها حجم فرخ الدجاج، ووزن بعضها الآخر وزن ما يعادل 20 فيلاً. قسم منها كان مفترساً شرساً، والقسم الآخر عاشباً مسالماً. للديناصورات جسم مغطى بالحراشف، الأمر الذي يسمح لها بالمحافظة على رطوبته خارج الماء. جمجمة مثقوبة، كلما خفت الجمجمة كبرت الفائدة، لاسيما إذا سمحت الثقوب بتثبيت متين لعضلات الفك. هذه هي حال الديناصورات التي تملك قوتين في جمجمتها خلف تجويف العين. تركزت قوائم الديناصورات تحت الجسم وليس على جوانبه، بذلك تمكنت من العدو بسرعة ومن تحمل وزنها وتحريك قوائمها من الأمام إلى الوراء دون الالتواء يميناً ويساراً. تضع الديناصورات البيض المحمية بقشرة عازلة، وبات بإمكانها وضع البيض بعيداً عن الماء. خلال الحقبة الجوراسية ساد مناخ حار ورطب سمح بنمو الغابات المورقة التي شكلت المصدر الغذائي الوفير للديناصورات العواشب ذات الأحجام القياسية. في هذه الغابات تواجدت السوروبودات العواشب الطويلة العنق، والتي بلغ طول البعض منها 35 متراً وتجاوز وزنها 80 طناً. الديناصورات في العالم، أين تواجدت هذه الديناصورات؟ في أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة، داكوتا الجنوبية. فيها وجد أحفور التيرانوسور ريكس الأكثر اكتمالاً حتى اليوم، أطلق عليه اسم سو. كندا، ألبرتا، أحد أغنى مناجم العالم. فيه وجد الألبرتوسور والديناصور منقار البطة وحقول من الأعشاش. في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، يبرهن أحفور السلتاسور أن أمريكا الجنوبية
كانت ما تزال تعج بالسوروبودات العملاقة في نهاية الحقبة الطباشيرية. وفي الأرجنتين نجد أيضاً الجيجانوتوسور والأرجنتينوسور. يبدو أن باتاغونيا كانت تضم مجموعة كبيرة من الديناصورات العملاقة. في أوروبا، بلجيكا، وجدت مجموعة من أكثر من 20 إيغوانودوناً في منجم للفحم. إنها أول اكتشاف لهياكل عظمية كاملة. إنجلترا، الميغالوسور أول ديناصور يتم وصفه علمياً انطلاقاً من قطعة من فكه. ألمانيا، العثور على 7 أحفيرة للأركيوبتريكس المشهور. فرنسا، العثور على مناجم غنية ببيض الديناصورات. في آسيا، منغوليا، اكتشاف البروتوسيراتوبس والبيناكوسور والأوفيرابتور والفيلوسيرابتور، اكتشاف أول عش للديناصورات. الصين، إنها موطن العديد من الديناصورات المريشة كالسينوسوروبتريكسي والميكرورابتوري والكوديبتريكس. في أفريقيا، تنزانيا، ديناصورات الحقبة الجوراسية العملاقة، البراكيوسور والكانتروسور والديكرايوسور. أفريقيا الجنوبية، الليزوتوسور أحد أقدم الديناصورات العصفورية. الصحراء الكبرى، فيها عاشت ديناصورات الحقبة الطباشيرية كالسوروبودات والأورانوسور والسبينوسور. وأخيراً في أمريكا الوسطى، المكسيك، إن فوهة بركان شيكسولوب بقطر من 180 كيلومتراً هي أثر نيزكي الذي يرجح أنه أدى إلى اختفاء الديناصورات. ولكن ماذا حدث؟ قدم العلماء نظريات عديدة انطلاقاً من علامات رواسب الأرض وصخورها تفسيراً لنهاية الديناصورات. تتطرق إحدى النظريات إلى المناخ. أظهر تحليل باطن الأرض أن مستوى المحيطات انخفض كثيراً في نهاية الحقبة الطباشيرية، فتغير المناخ وزادت حرارته صيفاً وارتفع برده شتاءً. لم تتكيف الديناصورات مع هذا التبدل فانقرضت. لكن الاعتقاد الحالي يرجح سبب اختفائها إلى أمر غير متوقع. تم العثور على آثار كارثتين وقعتا تقريباً في الوقت نفسه الذي شهد انقراض الديناصورات. إن تدفقاً ضخماً للحمم البركانية في وسط الهند بعلو يزيد عن كيلومترين خير شاهد على حصول ثوران بركاني هائل، ربما أدى إلى إطلاق غازات سامة في الجو وإلى تكوين غيمة ضخمة من الرماد. كما وجد الجيولوجيون في المكسيك فوهة بركان تطابق في حجمها الأثر الذي يخلفه نيزك ضخم عند ارتطامه بالأرض. ومن الممكن أن يكون سقوطه قد أدى إلى توليد حرائق وإلى تكوين سحابة ضخمة من الغبار. سواء أكانت سحابة من الرماد البركاني أو غيمة من الغبائر، فإنها أدت إلى إخفاء الشمس لسنوات عدة ومنعت النباتات من النمو وزال معها طعام الديناصورات. لا شك أنها ماتت كلها من الجوع. مهما كانت النهاية، لا شك أننا محظوظون بالتعرف عليها اليوم. أما أنت فتمتع بقراءة هذا الكتاب لاكتشاف هذا العالم الرائع، لكن احترس من الحيوانات اللاحمة. إلى اللقاء مع كتاب جديد.